امبارح كمان مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتدشن حملة لتوجيه التحية العسكرية والسلام لرجال مصر البواسل من الجيش والشرطة اللي شايلين روحهم على كفهم عشان يحاربوا الإرهاب. رسالة حب، أنا بعتبرها من رسائل الحب اللي احنا محتاجين بجد نقولها كلنا. صحيح أنا عارفة إنه شهداء ورجال مصر مش محتاجين مننا حاجة، لكن ازاي نقدر نقف جنب بعض؟ ازاي نحسسهم لا احنا حاسين، لا احنا معاهم، لا انتوا بالنسبه لنا مش رقم، لا انتوا بالنسبه لنا مش خبر، لا انا مش بدور لك على صوره ولا تسريب. الهاشتاج حيوهم، حيوهم فين ما كنتم، دول ماتوا علشان سلامكم. فنان آسر ياسين نشر صورة لمشاركته في الحملة وطلب كل واحد فينا ان هو يصور نفسه وهو بيأدي التحية العسكرية لجنودنا البواسل. هو ده الترند اللي احنا عايزينه، هو ده الترند اللي احنا عايزينه. لان لو العالم كله انت شايف ان هو مش حاسس بيك او مش موجود، انت هتبقى موجود، انت هتقول له انا موجود واقف مع رجالة بلدي اللي بيحموني وبيدافعوا عن أرضي وعن عرضي، اللي بيفدوني بدمهم، اللي بنقول لهم إحنا عمرنا ما هننساهم، اللي هنفضل شايلينهم فوق دماغنا وفي قلبنا وفي كل مكان. ومن هنا وكل زملائي كلنا بنضم صوتنا لصوت كل مصري بيحب البلد دي وبيخاف على ترابها وهدفه مش إنه يدخل يدور على بوست ولا تويتر ولا يدور على خبر. بنقول مليون تعظيم وسلام وتحية لشهداء حادث الواحات ولكل شهداء الوطن الغالي اللي بيضحوا بدمهم عشاننا وروحهم على كفهم عشان خاطر مصر. أنا معايا الفنان آسر ياسين على التليفون. صباح الخير على حضرتك. ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك يا فندم؟ يعني حضرتك طلبت كل المصريين ان هم يدشنوا الهاشتاج ده وان هم يوجهوا التحية العسكرية لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة ورجال مصر، ويكون ده في نوع من أنواع الـ يعني الـ الدعم النفسي أو الدعم المعنوي. حضرتك قلت إن ده كمان رسالة للعالم، ممكن يعني توضح للسادة المشاهدين أكتر يعني الحملة دي إزاي، إحنا بتشوفها إزاي، صورتها بتوصل إزاي؟ وأنا عارفة إنه الفن والرسائل دي يعني بتكون مهمة جدا في الأوقات اللي زي دي. أنا جدي اللواء متقاعد وادي ياسين كان مقاومة حربية 13 سنة وخدم كتير جدا، معرفش أكتر من 30 سنة يمكن، وأنا فاهم يعني إيه عسكرية وفاهم يعني إيه احترام لده وفاهم يعني إيه واحد رايح 50% 50% ده هو ناس بس 50% ما يرجعش. اللي حصل امبارح ده يعني الواحد كان لازم يعمل أقل حاجة يقدر يعني أكتر يعني ما فيش، مش هقعد أنزل نعي خلاص تاني، لا خلاص مش هنزل نعي، لازم احرج الموقف الدولي اللي هو عامل تعتيم على كل حاجه بتحصل. اثنين ثلاثه يموتوا في اي حته في العالم كله تلاقي الناس كلها وقفت وراحوا زيارات والحاجات دي كلها، وانت في الاخر الاول ما عندكش، خلاص اتعودت على النعي ده. لا انا اسف، انا مش هتعود على النعي ده، انا هثبت حاجه، انا هقول حاجه. انا امبارح في راجل دفن ابنه وفي اب ما رجعش بيته. ده اقل واجب ان انا اقف تحيه، اقل واجب. ولازم نقول لهم كلهم من صغيرين لكبار نعلمهم يعني ايه التحيه العسكريه، ليها قيمه، عشان لما يشوف صور بعد كده يفهم ان الناس دي ما راحتش ابتدى، واحنا فاهمين ومقدرين ويعني منفعلين جدا بسبب الموقف زي ده، ومش هتبقى عاديه، وكل مره هيعملوا حاجه هنطلع بحاجه ثانيه، هنقف مع رجالتنا بشكل او باخر، من خلال فننا، من خلال المنابر اللي احنا واقفين عليها، من خلال اقتصادنا، من خلال كل حاجه احنا ممكن نقدر نعملها هنعملها. بس لو انتوا فاكرين ان ده هيحبطنا، بالعكس ده هنقف ونحترم الناس دي اكتر ونحترم العسكريه اكتر، مش ان احنا نقول ناس بتتكلم بتقول انهم فشله وبتقول ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل في واحد ما رجعش بيته يا بني ادم، في اب دفن ابنه. عارفين يعني ايه اب دفن ابنه؟ انا من امبارح قاعد ببكي لان انا عندي اولاد، انا مش فاهم يعني ازاي واحد ممكن يدفن ابنه، ومش اول مره تحصل يعني. بس امبارح عدد كبير وناس كثيره وفي كلام كتيره جدا على ايه اللي حصل بالظبط، مش القضيه ايه اللي حصل بالظبط. عندك حق، الناس مهتمه بالقضيه ايه اللي حصل بالظبط، وممكن يكون مفيش الاهتمام زي ما حضرتك بتقول، اللي
ربنا يكفينا الشر يعني، ربنا يكفينا الشر يعني. وبشكر حضرتك جدا، وبشكرك على رسالتك، وبشكرك على الحملة، وبشكر ده دورنا، دور كل فنان، دور كل إعلامي، دور كل مواطن مصري، دور كل واحد في مكانه.